يعني الحمد لله عدنا بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد ما كان فريق التاسعة كمان موجود في مهرجان جرش لتقديم تغطية حية من المهرجان إلى شاشة التلفزيون المصري والقناة الأولى، والحمد لله تم يعني التغطية بشكل كبير، وحاولنا أن احنا ننقل كمان للمشاهد المصري والمشاهد العربي ما يجري على أرض مهرجان جرش. جرش مهرجان كبير عريق، اسمه كبير، موجود منذ 40 عام، توقف بس لمدة 3 سنوات هي وقت الكورونا، ولكن عاد بمنتهى القوة في دورته الجديدة لهذا العام 37 عام. أول مرة هذا المهرجان بيستضيف أن يكون فيه دولة شرف، فدي كانت الحقيقة. وبسؤال لوزيرة الثقافة الأردنية السيدة هيفاء النجار اللي أكدت بأنه دي أول مرة نفكر أن يكون فيه دولة شرف موجودة في المهرجان، وطبعا بالتالي لازم تكون مصر بما فيها من ثقافة وفنون وتاريخ وحضارة. والحقيقة كان في حفاوة وكرم كبير، وفي أيضا تعلق كبير جدا بالفن المصري. كمان وزارة الثقافة الحقيقة يعني أهدتنا تكريم غالي للتغطية الحية اللي قدمناها للقناة الأولى من خلال التاسعة، وأيضا برنامج بيت للكل اللي بيذاع أيضا على شاشة القناة الأولى، وكان طبعا تقدير كبير جدا من وزارة الثقافة ومن معالي وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار. نعود بقى للمهرجان أيضا والفرق المصرية. الحقيقة كانت حاجة تشرف جدا، يعني يمكن أنا حضرت بروفات المطربة مروة ناجي اللي عملت بروفات كبيرة وقدمت حفلة، وكان في تفاعل كبير جدا بينها وبين الجمهور من خلال طبعا مهرجان جرش ومن خلال الحضور في المسرح. وأيضا كان عندنا ليلة مصرية جميلة كان فيها فرقة الموسيقى العربية، ومش قادرة أقول لكم قد إيه الناس كانت مقبلة وكانوا بيغنوا كل الأغاني. كمان كان في فرقة وسط البلد اللي كانت موجودة، وتستغرب انك تلاقي قد ايه الناس منتظرة ومتابعة وحافظين الاغاني مع وسط البلد. كان في كمان طبلة الست. الحقيقة اختيار الفرق الموسيقية كان بشكل لطيف جدا، يعني كان في الحقيقة تنوع ما بين الشعبي والطربي. غدا هيحيي الفنان الكبير هاني شاكر ليلة من ليالي مهرجان جرش اللي بيستعدوا ليها، وطبعا فنان هاني شاكر فنان كبير في العالم العربي ومنتظرينه في مهرجان جرش بشكل كبير. في وجودنا يوم السبت الحقيقة كان حفل كبير لراغب علامة، وأنا وقتها حتى قلت في اللايف اللي قدمناه على القناة الأولى راغب علامة من العالمين إلى جرش. الفنان راغب علامة الحقيقة أنا قابلته أول ما رجع من العالمين، فطبعا يعني كان سعيد جدا بالأجواء اللي كانت موجودة في مهرجان العالمين. وعايزة أقول لكم أن كل المطربين العرب اللي أنا قابلتهم عينهم على مهرجان العالمين، والكل بيقول لي مهرجان رائع ونفسنا نبقى موجودين فيه، في عدد كبير موجود الحقيقة في مهرجان العالمين. وفنان راغب علامة كان سعيد جدا بالجمهور وبالمهرجان وبتنظيمه، وهو أحيا الحقيقة يعني حفل كبير جدا في العالمين. وطبعا كمان عمل لقاء جميل جدا أذاعته الزميلة هدير، وكان بالأمس، وكان الحقيقة سعيد وأشاد بهذا المهرجان. حضر الآلاف من محبي السوبر ستار راغب علامة من الجمهور المصري، والصورة كانت بتقول نفس الكلام، وتوافدوا بشكل كبير. وأنا سألته يعني حفلتين من الجمعة للسبت، يعني هو ركب الطيارة وصل للأردن، فقال لي بصي الجمهور اللي كان موجود في مصر اداني طاقة كبيرة جدا عشان أقدر أطير بمنتهى السهولة جدا وأروح لجمهور تاني زي مهرجان جرش. وهو كان بقاله فترة الحقيقة غايب عن مهرجان جرش، لكن السنة دي هو تشجع أنه يقبل هذا المهرجان، ورغم أنه ساعات ما بين العالمين وجرش، لكن الحقيقة الفن ومقابلة الجمهور بتديله طاقة كبيرة جدا. مهرجان العالمين زي ما أنتم عارفين في الساحل الشمالي بيبدع كل يوم وبيقدم فنانين، وعندنا مفاجآت كتيرة جدا بنشوفها. لكن طبعا راغب علامة يمكن يعني خلص الليلة بتاعته وطار على الأردن علشان يقدم هو كمان مشاركة، والناس الحقيقة كمان في الأردن متابعاه، عارفين ان هو جاي من مهرجان العالمين. كانت الناس الحقيقة كمان كانت بتسألني على مهرجان العالمين، الجمهور الأردني، إنه عايزين نروح مصر وشايفين الأبراج وشايفين العالمين. الناس بتسأل بشكل كبير. كمان هتشوفوا إن شاء الله في التاسعة عملنا لقاءات تانية زي ما شفتوا الفنان وليد توفيق، لكن في كمان الفنانة نداء شرارة اللي هتتفاجئوا في اللقاء وهي بتغني لعمرو دياب مثلا. يعني وأنا سألتها على فكرة
الأردن كلها بتغني مع عمرو دياب، وأنت تبقى مستغرب يعني متابعين كل الأغاني كل الجديد. بتغني نداء شرارة للسيدة أم كلثوم، وهتغني أغنية من أغاني عمرو دياب، وده هتشوفوه في اللقاء معانا. كمان في لقاء مع الصوت اللبناني الرائع اللي بتغني ب 29 لغة، المطربة عبير نعمة اللي أجرينا معاها لقاء وهتشوفه أيضا وهي بتغني لمصر وبتغني حاجات كتير. ده هيكون أيضا على مدى الأيام المقبلة في التاسعة، هتتابعوا كل ما قدمناه في مهرجان جرش. طيب نعود بقى للتاسعة ونعود لأرض الوطن علشان ننقل الأخبار. تعالوا معنا في هذا الخبر، وفي الخبر ده هنروح فيه مع وزير التجارة والصناعة ونظيره التركي، بيتفقان على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ما بين طبعا مصر وتركيا. تعالوا نعرف مزيد من التفاصيل. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور بشير عبد الفتاح، خبير الشؤون التركية بالأهرام. مساء الخير يا دكتور. دكتور بشير، طيب لحد ما دكتور بشير ينضم إلينا في هذه المداخلة، طبعا دي أول زيارة لوزير التجارة والصناعة، وطبعا هنشوف فيها أفاق التعاون اللي هتبقى موجودة ما بين تركيا وما بين مصر، وده شيء أعتقد أنه جيد، لأنه إحنا عارفين أن الجانب التركي كان حريص جدا أنه هو يبقى في يعني تعاون ما بين مصر وتركيا، وأيضا الاستثمار وأيضا العلاقات، يعني عودة العلاقات الاقتصادية الثنائية ده مهم جدا، وهم هيستفيدوا كتير جدا وإحنا هنستفيد أكيد بالتالي. وأنتم عارفين أنه مصر بيهمها كل ما تستطيع مصر أنه يعني يزيد من اقتصادها، وأنه يكون في علاقات مع الدول كلها بشكل عام. مصر بتبقى حريصة على كل علاقات الاقتصادية وبشكل كبير، لأنها أيضا بتزيد من الموارد الاقتصادية الخاصة بينا. وعلشان كده طبعا دي كانت الزيارة الخاصة بوزير التجارة والصناعة، وخلينا نعرف مزيد من التفاصيل. يعني حينقلها لنا طبعا دكتور بشير عبد الفتاح خبير الشؤون التركية بالأهرام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني خبر وجود وزير التجارة والصناعة المصري وأيضا اللقاءات والعلاقات الثنائية بين تركيا ومصر، يا ريت حضرتك تقول لنا مزيد من التفاصيل عن هذه الزيارة. طبعا هذه الزيارة مهمة للغاية، لأنها الأولى لوزير صناعة مصري إلى تركيا منذ 10 سنوات، في وقت كانت العلاقات متدهورة للغاية منذ العام 2013، فهذا يعد اختراق، وهو اختراق أيضا لأنه هذه الزيارة ليست ليوم واحد وإنما لعدة أيام، كما أن وزير الصناعة المصري بصحبته وفد عالي المستوى وبالغ التخصص، معه رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس جهاز التمثيل التجاري، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس شعبة الاتفاقات التجارية، وعلاوة على رجال أعمال أيضا طبعا. خلال برنامج العمل سيلتقي برؤساء شركات تركية ويحضر فعاليات اقتصادية وتجارية مهمة، وصرح بأن البلدين عازمان على رفع مستوى التبادل التجاري من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات. أيضا هذه الزيارة وهذه التفاهمات تأتي في وقت لا يزال الجدل مثارا بشأن لقاء القمة بين الرئيسين السيسي وأردوغان، وتطلع الشعبين لهذه القمة التي تكتمل بها حلقات التصبيع ما بين مصر وتركيا. تمام. طيب دكتور بشير، يعني احنا كلنا متابعين ايضا من القياده السياسيه في مصر وايضا العمل على جذب الاستثمار بشكل عام لكل يعني المعنيين بالامور، سواء دول او ايضا شركات كبيره شركات عالميه، فاعتقد مصر يعني فاتحه هذا المجال وايضا بتحاول ان هي تذلل كل الصعاب. فهل تقدر تسمي بالنسبة لنا انه بداية التعاون هيكون في اي مجالات ما بين مصر وتركيا؟ من حسن الطالع ان الدولتين عزلتا المسار الاقتصادي عن المسارين السياسي والامني في العلاقات. تمام. بمعنى انه بالرغم من توتر العلاقات السياسيه والاستراتيجيه بين مصر وتركيا منذ العام 2013، حرص الجانبان على ان تمضي العلاقات الاقتصاديه قدما ولو ببطء، لكنها كانت مستمره في النمو، بدليل انها قفزت من 1.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري في العام 2005، وهو عام إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين،
إلى 10 مليارات دولار حاليا برغم الجفاء السياسي والتوتر الأمني والاستراتيجي. معنى ذلك أنه هناك رغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية، وإحنا عندنا آليات، أولها اتفاق التجارة الحرة اللي أشرنا إليه، وهناك مجلس أعلى استراتيجي بين الدولتين تأسس عام 2011، وهناك اتفاقية رورو التي أبرمت في العام 2012 لنقل البضائع التركية إلى أفريقيا والخليج عبر مصر، إضافة إلى حرص رجال الأعمال في الدولتين على استمرار تطوير العلاقات واستخدام العملة الوطنية في التبادل التجاري بينهما. أبرز المجالات طبعا عندنا مجالات خاصة بالصناعات، الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، والأبرز مجال الطاقة. هناك أفق واعدة في مجال الطاقة، سواء كان طاقة تقليدية زي الغاز والنفط أو الطاقة المتجددة، خصوصا أن تركيا هي الـ 12 عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وإحنا في مصر نعتبر الدولة الأولى أفريقيا في هذا المجال، وبالتالي يبرز مجال الطاقة باعتباره مجال أساسي. عندنا مجال الصناعات الدفاعية أيضا، هناك تفاهمات حول تصنيع دفاعي مشترك وتسويق المنتجات الدفاعية في أفريقيا والدول العربية. تمام، أعتقد أنه يعني هذه الزيارة بإذن الله تثمر عن الكثير من التبادل والعلاقات الثنائية المصرية التركية. نتمنى طبعا كل تقدم ونقدر فعلا تستفيد منها أيضا الاقتصاد المصري ويعود على مصر بالخير. لدينا مجالات كثيرة جدا، نتمنى إن شاء الله يكون هذا التبادل يعني يحمل الكثير من الأخبار الجديدة بإذن الله. دكتور بشير عبد الفتاح خبير الشؤون التركية بالأهرام، أشكرك شكرا جزيلا. زي ما أنتم شايفين طبعا مصر دايما فتح الباب، يعني مصر دايما فتح الباب، والحقيقة يعني بقى عندنا كم من الصناعات وكم من الأشياء اللي نقدر دلوقتي نقدمها على خريطة الاستثمار، وإحنا كلنا بنتابع طول الوقت، فأعتقد أنه إن شاء الله تثمر عن علاقات كثيرة. خلونا ناخد فاصل سريع ونعود ونستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا لهذه الليلة، وإن شاء الله تستمتعوا بكل الفقرات بإذن الله. فاصل قصير ونستكمل معكم التاسعة، تفضلوا. خليني أبارك لكل طلاب الثانوية العامة اللي نجحوا، ومش بس عايزة أبارك للطلاب، تعرفين عايزة أبارك لمين أكتر؟ للبيوت المصرية. يعني أنا شخصيا بحلم إنه يعني حكاية الثانوية العامة دي كلها بالأجواء، بالزخم، بالمذاكرة، بالاستعداد، بالناس اللي بتبقى السنة كلها عندها يقول لك إيه، عندنا ثانوية عامة، يعني أي بيت يقول لك عندنا ثانوية عامة، والأهالي اللي بتروح على الامتحانات، والطلبة اللي بتتشد أعصابها، وفكرة إنه الطالب يحس إن دي نهاية الكون لو ما خدش المجموع اللي هو عايزه. نفسي كل ده ينتهي. هو هينتهي بحاجتين، إحنا كبيوت نبدأ نتعامل معاها إن هي سنة عادية، والوزارة بدأت تعمل مجهود كبير جدا عشان الناس تتعامل معاها على إنها سنة، لأن هي ما بقتش نهاية الكون. عارفين نهاية الكون إيه؟ نهاية الكون قبل كده إن أنت تفكر أنت هتدخل إيه، وتبقى المسألة بسيطة، ما بقتش الكليات اللي الناس كانت يعني بتتزاحم عليها اللي هي عايزها سوق العمل ده، بس سوق العمل بقى عايز كليات تانية خالص. فإذا العملية كلها اتغيرت، فأنا بتمنى إنه إن شاء الله الدنيا تتغير، وإن إحنا نلاقي الناس أهدى والأعصاب أهدى، وما يبقاش هذا الزخم. أنا لسه لغاية النهاردة، طب أقول لكم على حاجة، أنا كنت في الأردن بس قاعدة متابعة يا ترى نتيجة الثانوية العامة إيه. أنا ما عنديش حد الثانوية العامة، بس من كتر ما الواحد اعتاد الانتباه للثانوية العامة، ولما بيبقى عندهم الامتحانات بسترجع لما انا كنت طالبه، ما هي الدنيا اصلها اتغيرت اكيد احسن، بس لسه برضو الناس بتقلق. فان شاء الله الدنيا تتغير ايد في ايد، البيوت، الاهالي، الطلبه، وكمان وزاره التربيه والتعليم. طيب، بما ان احنا يعني بنحاول كمان مع الثانويه عامه خصوصا المظلومين، عندنا طالبه كلكم اكيد متابعين القصه دي، الطالبه ميار حماده. ايه حكايه ميار حماده طاهر؟ نتيجتها 4% بالثانوية العامة. والدها طبعا بيستغيث، ليه؟ لأنه ميار متفوقة في كل المراحل الدراسية. فطبعا شيء غريب جدا أنه تطلع النتيجة الصبح وتلاقي ميار نفسها جايبة 4%. طبعا أكيد قلق وحاجة مش طبيعية بالنسبة لمجهودها. فخليني كده يعني نروح كده ونشوف مع ميار هو إيه الحكاية، ونشوف إيه الموضوع. الطالبة ميار حمادة، خليني أشوف حكايتها وطبعا والدها، خليني أمسي عليها. مساء الخير يا ميار. لا، أنت لسه زعلانة طبعا، وصوتك، وأنا عايزة أسمع صوتك.
مساء النور. مساء. عندك كام سنة يا ميار؟ 18 سنة. 18 سنة. قولي لي ايه الموضوع؟ اولا كلميني عن استعدادك للامتحانات، يعني كنتي، انا عارفة ان انت من المتفوقين في المراحل الدراسية، ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني وقت الامتحانات سريعا وتوقعك للنتيجة كان ايه؟ اتفضلي. قصة ان انا طول السنة بذاكر وفترة المراجعة رجعت بدل المرة 2 و3 وحليت امتحانات كافية جدا عشان افضل مدربة كويس على طريقة الاسئلة والبابل شيت. من بداية السنة بناخد اختبارات ونتدرب عليها عند بعض المدرسين، ودخلت الامتحانات مستعدة تماما. وبدأنا باللغة العربية اللي هي كانت بالنسبة لي من أسهل الامتحانات الثانوية العامة، تمام. وربنا يعلم حليته في ساعة ونص بالظبط امتحان اللغة العربية، ورجعت كتير وظللت كويس خالص. وبعدها اللغة السعودية يعني لقيته في النتيجة 85، وبعدها اللغة الفرنسية دي يعني كل الطلبة بتحبها ويعتبر مادة من أسهل المواد اللي هي أصلا بترفع المجموع، تمام. وحلات كويس خالص فيها. بعدين هي الكيمياء الوحيدة اللي كانت صعبة في امتحانات ثانوية عامة السنة دي، صحيح، وبرضه حلات فيها على قد ما أقدر يعني بسبب دي الوقت وكده. يعني يعني أنت بتقولي لي إنه مادة الكيمياء الوحيدة اللي أنت ممكن تكوني كنت قلقانة منها، مظبوط؟ الوحيدة بسبب بس الوقت يعني، الوقت. إنما هي كانت يعني كوقت وكده، إنما هي كانت يعني كويسة إلى حد ما. تمام. بس طيب ايه وبقيه المواد، يعني ايه المواد اللي انت متاكده بنسبه كام في الميه؟ انت كنت متوقعه تجيبي كام يا ميار؟ انا كنت متوقعه ان انا يعني انا على حسب مراجعتي من بعد الامتحانات وكده انها 95. يوم مثلا تجيبي انت ادبي يا ميار؟ لا انا علمي علوم. علمي علوم، فكنت متوقعه. ايوه، ما انت اتكلمتي عن الكيمياء، متوقعه ان انت تجيبي 95%. 95%. طب انا ممكن اعرف مثلا في تانية ثانوي، في الاعداديه، في اولى ثانوي، يعني النتائج بتاعتك كانت عامله ازاي؟ لا نتائجي دايما يعني من ابتدائيه مش اعداديه ولا ثانوي. طب من الابتدائيه. من الابتدائي يعني الابتدائي ده يعتبر كنت مركز اول دايما. والاعداديه؟ الاعداديه دي كنت مراكز يعني ما بين الاول والثاني كده. طب في الترم بقى، السنوات اللي هي قبل ثانوية عامة، سنة أولى ثانوي والتانية ثانوي. أولى ثانوي والتانية ثانوي كان معانا نظام جديد وكده، فكانت المجاميع يعني اللي هي فوق 90، بس اللي هو مش 98 97 زي الإعدادية. لا كانت هي اللي هي نظام 91 92. وبالنسبة لتالتة يعني تالتة ثانوي دي علشان سنة مصرية مثلا، فكنت عاملة فيها مجهودها أكبر بكتير من أولى. كنت عاملة مجهود كبير. طيب ميار، ممكن استاذنك تفضلي معانا على التليفون ونحاول كده نروح للاستاذ شادي زلطه وهو المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم، خليني برضو اعرف منه ازاي نقدر نساعدك ونعرف رايه ايضا. استاذ شادي زلطه، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وتحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اكيد حضرتك سمعت بالذات موضوع ميار، يعني متفوقه على مدار سنوات من الابتدائية زي ما قالت، وطبعا فوجئت بالنتيجة وهي 4%. ففي رأي حضرتك إيه في هذه الحالة؟ طبعا يعني أنا بس عايز أقول لحضرتك يعني أن الدكتور رضا حجازي أكد خلال المؤتمر الصحفي بالأمس أن باب التظلمات مفتوح من يوم الخميس المقبل 3 أغسطس ولمدة أسبوعين. تمام. فانا بس يعني انا عايز ادعو الطالبه ميار لو هي حاسه ان فعلا في مشكله ما في نتيجتها عشان تتاكد وتتيقن بس من ورق الاجابه، احنا بناكد لها ان هي تقدم تظلم وهتطلع على اوراق اجابتها بالكامل علشان تراجع وتشوف. طيب يعني هنا حضرتك بتوضح لي انه التظلم بيعطي الحق للطالب انه يشوف ورقه اللي كتب فيه بإيده، الاطلاع على ورقة الأسئلة وورقة الإجابة، تمام، ونموذج الإجابة كمان، تمام. وبالتالي هي هتعرف التصحيح راح فين. فأنا بدعوها إن هي تقدم تظلم على الموقع الإلكتروني مع بداية فتح باب التظلمات يوم الخميس. أوكي، الخميس المقبل 3 أغسطس بإذن الله إن شاء الله. تمام. يعني هي مجرد ما تقدم التظلم إن شاء الله بيبقى في خطوات لإعلامها بالمكان اللي هي تقدر تروح فيه عشان خاطر تطلع فيها على الورق الأسئلة، ورق الإجابة ونموذج الإجابة. طيب حضرتك عايز بس أوضح بس فضل. إن التقديم للتظلمات إلكترونيا على الموقع الإلكتروني
وتسديد قيمه التظلم بيبقى عن طريق حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليميه سواء من خلال منافس الثوري او البريد المصري. طيب طيب خليني اسال حضرتك سؤال، بس خليني الاول هرجع تاني لحضرتك، هنروح لميار تاني وهرجع تاني لحضرتك عشان نسال عن الدعم والمبالغ اللي بتدفع، وبعدين نرجع نشوف بشكل عام التظلمات تبقى ازاي. خليني ارجع لميار. ميار نعم. سمعتي يعني استاذ شادي قال ان حضرتك تقدري تتوجهي على الموقع الالكتروني هيفتح يوم الخميس وتكتبي ورقه التظلم، وهتقدري هيبقى عندك فرصه في خلال الاسبوعين انك تطلعي على ورقك. هل ده بالنسبه لك هيكون مطمئن ان انت تشوفي ورقك بنفسك؟ باذن الله. وبرده موضوع المقالي ده، ان السنه دي كان فيها نسبه مقالي، دي ممكن تثبت اكتر يعني عشان الخط كده. تمام. انا اتمنى ان شاء الله لو كان في خطا يتم تصحيحه، ولو كان في شيء انت هتشوفي ورقك بنفسك وتعرفي ايه سبب ال 4% دي. كل اللي انا اقدر اقوله لك يا ميار انه مفيش حاجه نهايه الكون صدقيني، وانه المتفوق حتى لو حصل له كبوه أو 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 المشوار وقف في حتة، مش معنى كده إن الدنيا انتهت، بالعكس أحيانا بيبقى فيه كده أشياء تخليكي تروحي لمكان أفضل وأحسن بكتير، وأنا متأكدة إنه إن شاء الله كل الخير هيكون في انتظارك بإذن الله. بشكرك جدا يا ميار. طيب أنا هعود لأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ شادي، بالنسبة لكل الحالات اللي بتسمعنا، مش بس ميار، كل الحالات اللي هتتقدم بالتظلمات، هل الرقم اللي بيدفعوه كبير مثلا هيبقى عائق شوية على بعض الأهالي أو بعض الطلبة؟ بص حضرتك، احنا يعني الوزارة النهاردة أصدرت بيان بما يتعلق بموضوع التظلمات، وحددنا فيه قيمة تسديد القيمة الخاصة بالتظلم للمادة بقيمة 200 جنيه. تمام. طب يعني في حالة ميار يا فندم هنا حتى هتتظلم، هل من حقها تتظلم على كل المواد؟ ده من حق أي طالب؟ هي من حق أي طالب إن هو يتظلم على عدد المواد اللي هو عايزها. تمام. أي مادة هو شاكك إن نتيجته فيها مشكلة أو هو مش واثق من نتيجته فيها يتظلم عليها ويطلع على الورق الاجابه بنفسه ويشوف، علشان خاطر ده يعني احنا يعني عايز اقول لحضرتك ان الدكتور رضا حجازي يعني اكد على الموضوع ده كنوع من الشفافيه طبعا والتدقيق على اي حد عنده مشكله او شايف ان نتيجته فيها مشكله، فهو يطلع على الورق الاجابه بتاعه بالكامل علشان خاطر يتاكد ويتيقن ان مفيش اي مشكله في التصحيح. طيب السؤال الثاني يا فندم، هو امتى التنسيق هيبدا؟ امتى ايه؟ التنسيق، تنسيق الجامعات هيبدا امتى؟ لا تنسيق الجامعات خاص بوزاره التربيه والتعليم العالي. ده مع وزاره التربيه وزاره. عارف ليه بسال حضرتك السؤال ده؟ لانه برضو في اهالي بيقلقوا، يقول لك طب انا لسه هنتظر مثلا اسبوعين وبعدين يبدا التنسيق، فالطالب يتاخر عن المرحله الاولى، يعني الناس بيبقى عندها نوع من القلق. ما هو احنا فاتحين المهله لمده اسبوعين، ولكن هو مجرد ما بيقدم على التظلم على طول بيتحدد له الموعد اللي يروح فيه يطلع على اوراق الاجابه، مش بينتظر اسبوعين. احنا تمام. يعني انت قصدك الاسبوعين علشان الناس تقدم فيهم، لكن التظلم بيبقى سريعا. ان الاسبوعين هم من خلالهم يقدروا يقدموا، يعني خلال المهله دي يقدروا يقدموا على التظلم، ولكن اي حد هيقدم على التظلم في التوقيت اللي هيقدم فيه يعني بعدها مباشرة هيحصل على الموعد الاطلاع على ورق الأسئلة ورق الإجابة ونموذج الإجابة. تمام. هل في شيء تاني أنت برضو حضرتك يعني عايز أنك تساعد بيه الطلبة خاص بالثانوية العامة؟ امتحانات الدور الثاني بالذات، يعني في طلبة مثلا اللي طلع بمادة أو مادتين وناس عندها تخوف، يقول لك طب أنا هل هقدم بعد يعني إمتى هيمتحنوا وإمتى نتيجتهم هتطلع؟ هو طبعا الدكتور رضا حجازي اعتمد النهارده جدول امتحانات الدور الثاني، هتبدا ان شاء الله مقرر لنا تبدا يوم السبت 19 اغسطس وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 29 اغسطس. يعني في خلال 10 ايام. بالظبط، واحنا يعني قمنا بالفعل النهارده بنشر الجدول الخاص بامتحانات الدور الثاني يعني. فيعني النتيجه تطلع في 29.
لا هو الجدول الامتحانات هيمتد من 19 اغسطس ل 29، وحتى 29 اغسطس. والنتيجة تبقى امتى للدور لسه التاني؟ لم يتم تحديد طبعا موعد لسه لم النتيجة، يتم يعني التحديد. بمجرد الانتهاء من الدور الثاني بنحدد على طول الميعاد. طيب، نتمنى عموما يعني التوفيق بإذن الله، وإنه لو كان في أي ظلم الناس تقدر تستفيد من التظلم. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. خليني ألخص لحضراتكم، اللي عايز يتظلم عنده يوم الخميس المقبل 3 أغسطس على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم يقدر يقدم التظلم، وهيردوا عليه مباشرة، يطلع إما على كل المواد اللي هو عايزها أو عن مادة تحديدا، وقيمة الدفع 200 جنيه للمادة كما يعني أشار أستاذ شادي. بالنسبة للدور الثاني من 19 ل 29 في خلال 10 أيام هيكون امتحانات الدور الثاني بالنسبة للثانوية العامة. نتمنى إن شاء الله إنه يعني يقدر يساعد اللي تعثر في بعض الأشياء. طيب تعالوا نروح إلى الحوار الوطني. الحقيقة الحوار الوطني أنتوا عارفين أنه الجلسات والموضوعات كثيرة، هو بيواصل انطلاقه طبعا طول الوقت علشان يعني يصبو إلى جمهورية جديدة بشكل جديد في حاجات كثيرة جدا، موضوعات مهمة. تعالوا نشوف تقرير في هذا التقرير ولقاءات الحقيقة كانت موجودة على هامش جلسات اليوم في الحوار الوطني. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونعود ونستكمل معكم باقي فقرتنا للتاسعة. عودوا إلينا. أهم ما تم تداوله اليوم هو قراءة المشهد بشكل صحيح، قراءة مشهد الدين الداخلي والخارجي في سياقه الصحيح، سواء بالمؤشرات التي يمكن الاستعانة بها لفهم موقف الدولة الحقيقي من مسألة الدين، مش هقول أزمة الدين، وأيضا الحلول المقترحة سواء على الأجل القصير أو الأجل الطويل من أجل الخروج من هذه الضائقة إن جاز التعبير. الحقيقة مشكلة الديون هي مشكلة عامة، مشكلة يعني تعاني منها الكثير من الدول النامية، خاصة حتى عشية أزمة كورونا. يعني كان هناك صندوق النقد والبنك الدولي يحذران مرارا من أن حجم الدين العالمي أصبح 3 أضعاف حجم الناتج العالمي. من ثم هذه أزمة كانت كورونا كاشفة لها وليست منشئة لها، وتسبب في مشكلة سلاسل الإمداد وحرب روسيا أوكرانيا، فقامت من الأزمة نتيجة أنها رفعت من أسعار الفائدة، سياسات التشديد النقدي التي سلكتها البنوك المركزية. رفع أسعار الفائدة فضلاً عن أنه يرفع من تكلفة رؤوس الأموال، هو في حقيقة الأمر أيضاً يزيد من أزمة الديون بالنسبة للدول، وهذا حذرت منه الكثير من مؤسسات التمويل الدولية. الحقيقة الموضوع الدين العام موضوع مهم جداً، يهم كل المواطنين المصريين، لأن في الآخر الدين العام للدولة بيتحمل عبئه المواطن. طبعا احنا الموازنه العامه المصريه بتكبر، حجمها بيكبر، الانفاق بيزيد، الايرادات يعني في نسبه من الايرادات بتزيد، لكن لغايه دلوقتي في عجز كبير لفرق ما بين المصروفات وما بين الايرادات، فبنموله بالاذون او بالسندات. الحقيقه ان في جدال واسع داير ما بقاله يعني اكثر من سنه حوالين سقف الدين، هل لازم نحط رقم لسقف الدين، وهل الرقم ده يتحط بآلية تشريعية زي قانون مستقل زي أمريكا وزي بعض الدول، ولا نحطه في أو نضيف مادة على قانون ربط الموازنة العامة للدولة ويبقى الرقم طبقا لكل سنة بنحدده عشان الآليات التشريعية للرقابة البرلمانية على الموازنة. احنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نميل إلى يعني مرحليا إن احنا نحط رقم أو نضيف سقف للموازنة في قانون ربط الموازنة، وعلى المدى الطويل لابد فتح دراسة أو حوار مجتمعي ما بين المتخصصين، لأن الموضوع ده موضوع متخصص أكتر منه سياسي، إن المتخصصين يتحاوروا للوصول إلى صيغة تشريعية مناسبة لقانون مستقل لسقف الدين. الكلمة بتاعتي أنا اتكلمت على إنه عندنا أكتر من مشكلة واضحة في مبدأ تكافؤ الفرص، أهمها في وجهة نظري كنقاط أساسية. النقطة الأولى المتعلقة بنظام التعليم، إنه نظام التعليم عندنا بالذات اللي بيبدأ من المرحلة الابتدائية ما ينفعش إنه يبقى عندنا أكتر من 7 نظم تعليمية بيبدأ التقسيم فيها من المرحلة الابتدائي، اللي مش المفترض إن أنا منتظر يعني معجزات من الأطفال في المراحل السنية دي، قد ما أنا منتظر منهم إن هم يبدأوا بس يفهموا أكتر إزاي يفكروا، إزاي أنمي عندهم قدرة على التفكير
مش ان انا ارسخ لي الفوارق الطبقية من المرحلة السنية دي. وبالتالي لما يبقى عندنا اكتر من 7 نظم و7 انواع من المدارس في المرحلة دي، ده بيخل بتكافؤ الفرص بين الاطفال دول نفسهم قدام، انه مستوى الوظائف اللي هياخده اللي بياخد في مصارف في مدارس مصاريفها اكبر وبتهتم اكتر باللغة هيختلف تماما عن اللي جاي من مدرسة حكومي، واللي هو ما عندوش قدرة مالية او اهله ما عندهمش قدرة مالية ان هم يودوه المدارس المتقدمة دي. وبالتالي انا بخلق قدام قدر من التمييز. ان احنا نؤكد على وجهة نظر حزب العدل في ضرورة او التأكيد على ضرورة واهمية تعظيم ايرادات الدولة المصرية في الموازنة العامة للدولة، واعتقد ان احنا تقدمنا بالكثير من المقترحات لتعظيم الايرادات العامة بالموازنة العامة للدولة المصرية، وده عن طريق الاهتمام بالاستثمار في المشروعات اللي ليها مردود سريع ومباشر على الناتج القومي الإجمالي المصري، وهي استثمارات تكون أو تتطلب المرحلة أن تكون الاستثمارات الحكومية في القطاعات أو الاستثمار قصير الأجل، وده اللي هيكون ليه مردود إيجابي سريع جدا وبشكل مباشر على زيادة الناتج القومي الإجمالي، وده اللي هيؤدي أو هيترتب عليه مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة، وهيؤدي أيضا إلى انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي المصري. النهاردة الاستدانة دي النهاردة هو احتياج للعملة الصعبة للدخول في مشروعات تنموية للدولة المصرية، وبالتالي الدولة النهاردة يجب أن تستهدف الحصول على العائد النقدي من الاستثمار، من الصناعة، من السياحة، من قناة السويس، تحويلات المصريين في الخارج، كل هذه مصادر للعملة الصعبة. زيادة حصيلتنا وإيراداتنا منها يقلل الاعتماد على الاقتراض، خاصة الاقتراض الخارجي، لأن الاقتراض الخارجي يثقل جبهة الدولة المصرية والأجيال المستقبلية، وبالتالي ما يتم طرحه هو وضع سقف لهذه المديونية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لتكون نسبة محددة منه لا تزيد عنه الدولة المصرية، وتسعى كافة الجهات في الدولة المصرية إلى زيادة الإيرادات وزيادة الحصيلة الإيرادية من الدولار بعيدا عن الاقتراض حتى لا نثقل اعباء الاجيال القادمه. استئناف الحوار الوطني لجلساته من الأسبوع الخامس، كلنا عارفين أنه الخمس أسابيع الماضية كانت موضوعات مختلفة، والحوار الوطني معني بالكثير من الموضوعات اللي بتهم الشأن المصري كله، يعني بكل الموضوعات المطروحة سواء الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية، موضوعات خاصة بالأسرة، موضوعات سياسية، وده شيء مهم جدا أنه تخلق أنت مساحة مشتركة من الحوار الوطني تقدر توصل بيها لتوصيات مهمة تضعها أمام الحكومة، تضعها أمام الجهات المعنية، يعني يكون في رأي من المسؤولين والمتخصصين والخبراء الكل على مائدة الحوار الوطني. بالنسبة للجان الأسبوع الخامس، لجان الحوار الوطني والمحور الاقتصادي كان تحت شعار مساحات مشتركة بين الجميع، لأنه الحقيقة لازم يكون الجميع مشترك في هذا الحوار بأطروحات أو أراء مختلفة. عقدت لجنة العدالة الاجتماعية جلستين تحت عنوان، وأيضا فيها تكافؤ، تفعيل التكافؤ، المبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، كما عقدت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وهي من اللجان المهمة كلنا بنسأل عليها أيضا وبنبقى عايزين نعرف معلومات كتير، وإزاي نقدر يبقى في يعني توازن في الدين والموازنة بشكل عام. في كان هناك جلستين تحت عنوان الدين العام والإمكانيات والحلول، ومن المقرر أن يعقد أيضا الحوار الوطني يعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي، ودي أيضا لجنة مهمة جدا، لأنه كلنا بنسأل عن البحث العلمي، طول ما أنت بتتقدم كده بالتعليم بتاعك وبتعمل أيضا بحث علمي في مجالات مختلفة والمصريين
المصريين شاطرين جدا، والناس الحقيقة بتبص دايما للعالم المصري بشكل كبير، هتقدر تعمل دايما تقدم في الحوار المجتمعي. كل ده هيكون موجود الخميس المقبل، هيكون في استكمال للمناقشات بشأن أيضا مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب. وأيضا هذا المجلس مهم، وده من الشيء اللي احنا كنا متابعينه بأنه السيد الرئيس هو الحقيقة اللي يعني أشار بأنه يكون في هذا المجلس الأعلى للتعليم. هيكون عندنا الحقيقة يعني تفاصيل كتير جدا، خليني أطلعكم عليها من خلال الأستاذ طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وخاص بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني. دكتور طلعت مساء الخير يا فندم. خير يا فندم عليك وعلى مشاهدين الكل. طيب خلينا نعرف من خلال اللجنة اللي حضرتك بتشرف بيها، لجنة الدين العام وعجز الموازنة، خلينا نعرف أهم المحاور اللي موجودة في هذه اللجنة. طبعا هو أهم المحاور، احنا كلنا عارفين ان في الفترة الأخيرة وتحديدا من 2014 الدين العام زاد بشكل غير مسبوق للإنفاق على أمور معينة. تمام. طبعا يعني السنة دي بس بقينا عن نتخيل ان احنا هنسدد اهلاكات الدين بس 3,315,000,000,000 ونحط عليهم 1,120,000,000,000 فوائد، يبقى كده عندي 2,435,000,000,000 هذا العام بس اللي هو 23-24. احنا كلنا شفنا الديون الثنائية في اللي كانت في نادي باريس اللي هي تم صرف النظر عنها وما الى ذلك. كل هذه الامور يعني وضعت موضع ان احنا نلقى حل وحلول تكون عمليه وقابله للتطبيق، لان النهارده امر مجهد جدا. النهارده موازنه متحمله 23-24 متحمله بس فوائد ب1,120,000,000,000، تعداد اقساط حل اجلها هيبقى 1,315,000,000,000. فطبعا كل الحديث ضرب في هذه الزوايا، ازاي احنا نخرج من هذه الامور اللي هي مكبلة للغاية للإنفاق على الخدمات العامة للمواطن المصري، عشان يستشعر انه النهاردة الإيرادات اللي جاية يعني ما كلها مش كلها تتوجه بقى للسداد الديون. طبعا وحضرتك لما بتقول كده، اذا مساله تاجيل الديون زي ما حضرتك قلت، اولا ان احنا ما ناخدش ديون جديده، وتاجيل الديون تدي نفس شويه للاقتصاد المصري. طبعا من المؤكد هذا الامر محتاج طبعا نواحي سياسيه ونواحي عمل يعني شديد، خصوصا مع المخرجين للجهات الثنائيه في القروض الثنائيه او الصناديق الدوليه والصناديق العربيه. كل هذه الامور محتاجه اعاده نظر فيها مره اخرى، يعني لان الامر فعلا اصبح مجهد ومجهد للغايه. تمام. طب هل اقدر اسال حضرتك سؤال بخصوص برضو يحب يعرفه المتابع والمشاهد المصري؟ هل هذه اللجنه وهذه الحوارات الخاصه والمعنيه بالحوار الوطني، هل بيبقى في بعض الحلول اللي مش عايزه اقول كانت غايبه، ولكن ظهورها او الاراء المطروحه من الخبراء والمتخصصين تدي بارقه امل او تدي طرق جديده في التعامل مع مشكله الدين العام وعجز الموازنه؟ هل ده كان موجود في الحوار؟ كل هذه الامور طبعا موضع على طاوله البحث، كلها موضع طاوله البحث، وعلينا جميعا ان احنا نسمع بعض كويس جيد جدا، وده دورنا النهارده في اللجنه. احنا سمعنا جميع الاراء من كافه الاحزاب السياسيه اللي موجوده ومن كافه الخبراء الموجودين هناك وكل الجهات الممثله النهارده في اللجنه، على اعتبار ان احنا نخرج بتوصيات. لسه ان شاء الله سيكون هناك لجنه مصغره لتنقيح ما دار النهارده في امور الخاصه بالدين العام. أكيد. يعني أستاذ طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في المحور الاقتصادي الخاص بالحوار الوطني، أشكرك شكرا جزيلا. ونتمنى أنه يعني الحقيقة جلسات الحوار الوطني يعني ما يذكر فيها مهم، لأنه أنت بتخلق روح النقاش في حد ذاتها، هي روح أن أنت بتحط كل الأشياء على الترابيزة، اللي هو كل الأشياء اللي معاك، كل الأخطاء اللي كانت موجودة، كل النظريات اللي ممكن تساعد إن إحنا نقدم أشياء كثيرة، أو إن إحنا نقدم أراء مختلفة تضعنا على مائدة حلول مختلفة، خصوصا إنه العالم كله بيمر بأزمات كبيرة جدا، هي مش مشكلة مصر ولا مشكلة الدولة، دي مشكلة دول كبيرة. فأنت هتلاقي نسب التضخم اللي موجودة في العالم
على كل الدول حتى الدول المتقدمة. فبالتالي إذا ما كنتش أنت واعي وعندك هذا الحوار وهذه الأشياء اللي أنت بتتحاور فيها وتشوف أنت يعني قدمت حاجات كتير جدا، عندك مشروعات كتيرة جدا بتحاول تبني وبتحاول تعمر وبتحاول أن أنت تعمل موازنة ما بين التعمير والإصلاح وأيضا أنك تقلل مسألة الدين وأيضا عجز الموازنة. نتمنى أن الحوار الوطني بتوصياته يكون في ورقة توصيات تقدر أن هي تساعد أيضا القيادة المصرية خاصة في المحور الاقتصادي. فاصل وحنستكمل مع حضراتكم، بس خليني أقول لحضراتكم لكل محبي نانسي عجرم، أنتم عارفين أنه التاسعة أيضا موجود في العالمين ومهرجان العالمين، وبنغطي لحضراتكم كل ما يجري في هذا المهرجان من ليالي جميلة ومن أيضا أمسيات حلوة ومطربينا المصريين والعرب اللي بيجوا خصيصا علشان يساعدوكوا ويساعدوا المواطن المصري. وهتابعوا حوار لطيف جدا مع نانسي عجرم أجرته الزميلة هدير أبو زيد، وده هيكون في نهاية لقائنا النهاردة في التاسعة. فالكل محبي نانسي عجرم انتظروا هذا الحوار بين الزميلة هدير أبو زيد والمطربة الجميلة نانسي عجرم، وهتعيشوا بقى أجواء ما يجري في العالمين بإذن الله. فاصل قصير وهستكمل مع حضراتكم باقي فقرات الليلة في التاسعة وأخبارنا، عودوا بعد قليل. النهارده كل مصر، كل شباب مصر جايين يحتفلوا مع بعض بالاحتفالات القوميه. ده تجمع يشهد لسياده الوزير اشرف صبحي وقائمين على العمل العظيم دوت، ان احنا كشباب مصر بنتجمع مع بعض بنحتفل مع بعض دايما ايد واحده. احنا شباب مصر دايما رافعين اسم مصر ايد واحده. احتفاليه يا فندم جميله جدا جدا جدا. قبل ما نتكلم عن الاحتفاليه خلينا نتكلم على العاصمه الاداريه. بجد 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 شكرا لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا قبل ما اجي العاصمه يا فندم كنت بشوفها على التلفزيون، اول ما جيت يا فندم العاصمه حاجه جميله جدا 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 جدا. يوم احتفاليه للشباب، اولا ان احنا من كل محافظات مصر، تعدد الكيانات الكتيره اللي موجوده من الشباب الحقيقه، يعني من خلال وزاره الشباب الحقيقه ان احنا نجمع كل هؤلاء الشباب، وهم بيمثلوا قطاعات تانية كتير لكن بيعبروا عن كل محافظات الجمهورية، ان هم ييجوا يشوفوا مصر الجديدة ايه وشكلها ايه، وكمان ان الشباب منهم يعني خرج مبدعين وخرج كيانات رياضية وخرج ابطال. الشباب قالوا كلمتهم النهاردة، لكن رسالتهم كلهم اللي موجودة إحنا يعني مع بلدنا وحائط صد لبلدنا وبنحب بلدنا. والله الوزارة بتقدم برامج تمكين للشباب، تمكين اجتماعي وتمكين اقتصادي في كل الأنشطة والتدريبات من خلال أنا إدارتي اللي بشفع عليها التمكين للشباب. وزير الشباب بيقدم برامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، بيساعد الشباب على توفير فرص عمل مع شركات القطاع الخاص. عندنا أطلق وزير الشباب أكبر منصة للتوظيف، وهي منصة توظيف مصر عليها 500 شركة من شركات القطاع الخاص بتوفر وظائف للشباب. فعالية مهمة جدا لوزارة الشباب والرياضة تحت مسمى شباب مصر، احتفالية شباب مصر. والحقيقة التجمع اللي أنا شايفه ده تجمع رائع جدا، بيضم تقريبا كل أطياف الشباب المصري من كل أرجاء الجمهورية، علشان أولا يشوفوا قد إيه العاصمة الإدارية بدأت انها تشتغل وتستقبل كل الوفود اللي موجوده. ناس تقدر تعرف المعالم بتاعتها وتعرف اهدافها وتعرف السبل بتاعتها وسبل تطويرها ايه. تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين دايما حريصه على وجودها في كل الفعاليات المهمه اللي بتخص شباب مصر. بننفذ مشروع ضخم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، هو المشروع القومي لتأهيل الشباب المحليات والمشاركة السياسية. برضه بننفذ مشروع ضخم من خلال ان انا رئيس هيئة المعرفة المصرية التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. بننفذ برنامج مدته سنة هدفه تأهيل مهارات الشباب
لزيادة دخلهم. النهاردة بيكلل بالعاصمة الإدارية، موجود معظم شباب من أنحاء الجمهورية متواجدين النهاردة في العاصمة الإدارية. النهاردة كلنا بنحتفل مع بعض في وجود العاصمة الإدارية. يعني الحقيقة أنا كنت مبسوط بوجودي النهاردة طبعا باعتباري مراسل في القناة الأولى التلفزيون المصري، وكنت خدت تجربة مع وزارة الشباب والرياضة من خلال مسابقة إبداع الجامعات من سنين، والحقيقة حققت فيها مراكز كبيرة، وكانت كان ليها فضل كبير في أن أنا أكون موجود دلوقتي طبعا، وحقق حلم من أحلامي أن أكون موجود في مكان أفتخر بوجودي فيه طبعا في التلفزيون المصري. فكنت موجود النهاردة بتكلم عن تجربتي في مسابقة إبداع، والحقيقة كان يوم مميز جدا وجميل بوجود كل الشباب اللي كانت موجودة. فالحقيقة حابين نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو دايما داعم للشباب، والحقيقة التمكين للشباب ده أكبر دليل على هذا الأمر واتجاه القيادة السياسية في تمكين الشباب طبعا في كل المناصب والأماكن، ودعم كمان الشباب الموهوبة. أعتقد حضراتكم متفقين جدا معايا بأن احنا بقى عندنا الأمور الورقية في مصر، وإنك تاخد مثلا تجدد البطاقة، تجدد الرخصة، تدخل على موقع إلكتروني، تطلع شهادة ميلاد، تروح مول مثلا تلاقيها، الحاجات دي بقت الحقيقة أكثر سهولة بشكل كبير جدا. ويمكن دولة زي مصر، في دول كتير في عالمنا العربي ما عندهاش هذه السهولة بالشكل ده. أنت ورق ده كان بياخد مننا وقت طويل جدا، وكانت في ناس تبقى موجودة في محافظة تضطر تروح المحافظة التانية الرئيسية، يعني تيجي العاصمة، تيجي القاهرة عشان تستخلص الورق ده. اللي حاصل في الفقرة دي عايزة أقول لكم أنه سيد وزير العدل والتخطيط، الاثنين الوزراء العدل والتخطيط يطلقان إشارة بدء تشغيل سيارات توثيق اللي هي بتاعت الشهر العقاري، هتكون متنقلة ما بين الأسكندرية ومطروح. عدد السيارات دي بيصل إلى 52 سيارة على مستوى الجمهورية، وده شيء مهم جدا. أنت أولا بتقلل الوقت، بتقلل حركة المواطن، وبتعمل سهولة في أن الناس يعني تقدر توثق أوراقها أو أنها تبقى بتتعامل مع الشهر العقاري في كل ما يريدون. خليني أعرف مزيد من التفاصيل مهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي. مساء الخير مهندس أشرف. مساء النور، اهلا بحضرتك. أهلا. يعني اعتقد انه المواطن المصري بقى يعني يلمس هذا الشيء، يعني بقى فيه سهوله ويسر. كلمني عن هذه السيارات ال 52 اللي هتتنقل بين الاسكندريه ومطروح. اهلا بحضرتك في البدايه طبعا. طب اسمحي لي في البدايه بس ان انا اوضح مجموعه ارقام تكمل الجزء اللي حضرتك اشرتي اليه. احنا الحقيقه زي ما حضرتك اشرتي ان في تطور بيحصل في مراكز تقديم الخدمات، وبالذات الخدمات اللي هي بتلقى ضغط من المواطنين وعليها كثافه كبيره جدا من المواطنين، زي ما حضرتك اشرتي خدمات التوكيلات وخدمات الاحوال المدنيه واستخراج مخرجات الاحوال المدنيه. كان بيحصل مسبقا قبل كده ان المواطن بيبقى عايز الخدمه، هو بيتوجه لمركز اصدار الخدمه عشان يحصل على الخدمه الخاصه بيه، وبالذات في الخدمات اللي هي بتتطلب ضروره ان المواطن لازم يروح توكيل، يبقى لازم اروح علشان اثبات الاهليه الخاصه بالمواطن للحصول على التوكيل، تصوير بطاقه رقم قومي. النهارده احنا الحقيقه وزاره التخطيط، وكان بتوجيه من معالي الوزيره الدكتوره ايالا، ان احنا نحاول نخفف العبء على الجهات الحكوميه وعلى المواطن في نفس الوقت. تمام. فكان فكره توفير مراكز متنقله الهدف الرئيسي منها ان انا اروح للمواطن، المواطن ما يروحش لمكان تقديم الخدمه. تمام. وكنا تركيزنا على الخدمات اللي هي لازم الاول ان المواطن هو اللي بيروح علشان يستلم الخدمه، زي تصوير بطاقه رقم قومي، زي توثيق اللي هي التوكيلات، خدمات كتير الحقيقه، وفي نفس الوقت ان هي تكون موزعه على كافه انحاء الجمهوريه، وفي نفس الوقت اللي هي بتغطي الاماكن اللي فيها كثافه سكانيه عاليه. احنا الحقيقه من سنه تقريبا تعاوننا مع وزاره الداخليه في خدمات الاحوال المدنيه وخدمات المرور، وتعاون طبعا كبير جدا ايضا مع وزاره العدل في خدمات التوثيق. احنا وفرنا في حدود 200 مركز تكنولوجي متنقل بيغطي نسبه كبيره من انحاء الجمهوريه، طبعا نسبه برضو مش هتبقى تغطي كثافه المواطنين طبعا، لكن احنا بنحاول نتوسع فيها طبعا بشكل كبير على مستوى عدد المراكز المتنقله، على مستوى الخدمات، على مستوى الاماكن اللي بنغطي فيها هذه الخدمه. ال 50 مركز اللي حضرتك اشرتي عليهم دول لسه مستحدثين فوق ال 200، يبقى اذا احنا وصلنا ل 250. كثفنا فيهم خدمات وزاره الداخليه متمثله في قطاع الاحوال المدنيه وخدمات التوكيلات،
والحقيقة قلنا كمان بنعمل مبادرة في خلال الفترة ديت إن هي تكون منتشرة على طول الساحل من اسكندرية لمطروح طبعا. وفي نفس الوقت قلنا برضو لا هنغطي لبورسعيد الجزء ده كله برضو من الساحل، بحيث إن دي مناطق فيها كثافة في خلال الفترة من شهر 7-8 فيها نسبة كبيرة جدا من المواطنين. وطبعا وحضرتك بتخلي حتى المواطن في مكانه، أنت مش مضطر تربك العاصمة، ومش مضطر إن المواطن يسيب شغله يوم أو يومين علشان يعمل ورقة، فبالتالي بقت يعني فيها إفادة كبيرة جدا للمواطن وللبلد وللطرق وحاجات كتير يعني. مظبوط كلام حضرتك سليم، يعني هذه المراكز المتنقلة بتوفر لي مزايا عديدة جدا جدا، أولا فيها مرونة إن أنا أقدر أتوجه بيها في أي مكان. فيها مرونة إن هي تأدي مجموعة خدمات، فيها مرونة تأدي النهاردة خدمة وبكرة خدمة تانية. صحيح. النهاردة لو مثلا مكتب التوثيق أو مكتب السجل أو أي مكتب حصل فيه انقطاع للتيار الكهربي، لا أنا العربية ما بيحصلش فيها انقطاع للتيار الكهربي، فهي من العوامل اللي تقدر تساعدني في تقديم الخدمات بدون توقف بدون انقطاع بمرونة. وطبعا أهم ما يميزها إن هي بتروح للمواطن في المكان اللي هو بيطلبه. طب السؤال برضو سؤال هنا يعني مهندس أشرف، يعني برضو الناس هتعرفوا، هل العربيات دي بيتم الإعلان عنها من قبل المحافظة؟ احنا بنتكلم على اسكندرية ومطروح أو طريق الساحل الشمالي، بيتم برضو بيبقوا عارفين السيارة واقفة فين؟ بتبقى بالقرب من المحافظة ولا مناطق زي وسط البلد في مطروح أو مناطق في القرب في اسكندرية بطريق الساحل؟ ما هو من اسكندرية لمطروح احنا عندنا ساحل طويل عريض يعني، فإذا هي بتقف، هل المواطن بيتم الإعلان يعني في وسائل الإعلام عن مكانها؟ أقول لك على حاجة، حاليا أولا في رقم الكول سنتر اللي هو 16973، ده الاتصال بيه ال 24 ساعة بيوضح 16973. أيوة. يعني الناس بتعرف منه فين كل التفاصيل. أيوة. فين السيارات دي موجودة. تمام. وفي نفس الوقت في طبعا دعاية عند البوابات اللي موجودة فيه، بيبقى عناصر من الشباب موجودين بينوهوا بيوضحوا للسادة المواطنين الأماكن والمواعيد والخدمات اللي بتتقدم وكل حاجة. بنعمل دعايات كتير ولسه الفترة اللي جاية هيكون في دعايات أكتر والأعداد أكتر بكتير. الخدمة الحقيقة ممتازة جدا، إحنا بنعملها أكيد. بدون أي تكاليف إضافية على المواطن، إحنا الهدف بتاعنا إن المواطن يرتاح وتقليل التكدس على الأماكن الحكومية وبلدنا ترتاح، يعني ما يبقاش إحنا ترتاح. إحنا أعداد كبيرة جدا، فكل ما حاولت إن الناس تاخد الخدمة في أماكنها ما حدش هيتعطل عن شغله، أو إن إحنا نربك دايما المحافظات ب بناس وافدة لمجرد ان هم عايزين يعملوا ورقة او اتنين. نتمنى ان شاء الله كل ده يبقى فيه تسهيل وتيسير على المواطن وعلى ايضا البلد بشكل كبير. بشكرك جدا ونتمنى ان شاء الله التوفيق لبدء تشغيل هذه السيارات. بشكرك جدا مهندس اشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي، دي من الاشياء اللي بتهم المواطنين. طيب الحقيقة النهاردة خلينا نروح لحاجة الحقيقة جميلة، مصر ولادة، ومصر الحقيقة يمكن يعني عندنا كم من الرموز الفنية والأدبية اللي تفضل أنت تتعلم منها وتفضل تشاهد ما قدموه ما كتبوا عنه وقد إيه مؤثر بالنسبة لك ومؤثر في شخصيتك. الكاتب اللي بتمر اليوم ذكرى رحيله 1 أغسطس الكاتب الكبير دكتور يوسف إدريس. الكاتب الكبير يوسف إدريس الحقيقة أثرى الحياة الثقافية بشكل كبير جدا، سواء في الأعمال الأدبية أو الفكرية أو السينمائية أو المسرحية بشكل كبير. تقدر تقول عليه هو ملك القصة القصيرة أو هو مبدع القصة القصيرة، مش بس في العالم العربي، يعني أحيانا كانوا بيقولوا هو تفوق كمان على أدباء الروس. كاتب الكبير يوسف إدريس اتولد 19 مايو سنة 27 محافظة الشرقية، وهو عشقه للكتابة يعني بدأ في المراحل الأولى في تعليمه. احنا عارفين ان هو يعني تخصص في الطب والطب النفسي وتفرغ بعدها للكتابة الأدبية والعمل الصحفي، لكن لما تيجي تتكلم عن يوسف إدريس انت بتتكلم عن أديب غزير الثقافة بشكل كبير. هتلاقي ان يوسف إدريس وانت بتقرا رواياته او مقالاته او بتشاهد مسرحياته او افلامه هتلاقي نفسك بتتعامل مع كاتب
متنوع، لان هو قرأ يعني قرأ الادب الفرنسي والانجليزي والروسي والكوري والصيني والياباني، ففي غزارة، في غزارة متنوعة. كان جريئا وكان شديد الحساسية، لكن كمان شديد القرب من الناس. كان يكتب في السياسة، يكتب في الأدب، ويشرح النفس البشرية بشكل كبير. أنا بشوف أنه تخصص دكتور يوسف إدريس في الطب بعتقد أنه فاده كتير جدا، لأن هو كطبيب نفسي قدر يقدم لك الشخصيات المصرية ويشرحها من الداخل، وده تقدر تحس بيه لما تقرأ مثلا رواية الحرام والعيب، أو تشوف الفيلم نفسه، لأنه الفيلم كمان نقل حساسية يوسف إدريس بشكل كبير، لأنه كاميرا السينما بتقدر تشرح قوي الشخصيات. وطبعا هو يعني عنده روايات عديدة، وعنده كمان، أنا أحيانا بشوف أنه لو ما فيش عندك وقت تقرأ روايات كتير، بقى في دلوقتي متاح إنك تقرأ أقوال يوسف إدريس. يوسف إدريس عنده أقوال بديعة، من المقولات بس تعرف شخصية إيه وتعرف هو عايز إيه. وممكن مثلا تقول مثلا أقوال رواية الحرام، فتديك تنوع لو أنت ما عندكش الوقت. طبعا الجميل إنك تقرأ يوسف إدريس. على المسرح كمان قدر يعمل نهضة مسرحية كبيرة جدا بمسرحيات غزيرة ومختلفة. تقدر برضو انك تقول ان هو من اشهر المسرحيات اللي قدمها واللي كانت معروضه في الستينات، الفرافير او اللحظه الحرجه، جمهوريه فرحات. الحقيقه عنده يعني حاجات كتيره مختلفه. يوسف ادريس هو ملك القصه القصيره بلا منافس، يعني روايه ممكن تكون ورقه او اتنين يطلع منها اعمال كتير، وده شفناه بشكل كبير جدا في افلام كتيره ومختلفه ومتنوعه. شفنا مثلا عنده قاع المدينه، فهتلاقيه بيشرح المدينه بشكل كبير. شفنا عنده انتاج بديع وانتاج مختلف وافلام ومسلسلات. وعايزه اقول لحضراتكم حاجه، لو رجعت وقرات مقالات يوسف ادريس في رأيه في السياسة، رأيه في الأدب، رأيه في الاجتماع، رأيه في التحول للبلاد بشكل كبير، هتحس إنه وكأن يوسف إدريس لم يتركك لحظة. ده دور المفكر. يعني أنا دايما بلاقي بإنه المفكرين والمبدعين والأدباء لا يرحلون أبدا، لأنه الفكر بيعيش والأدب بيعيش والأقوال بتعيش، وبالعكس هي بتديك إحساس كبير جدا، وتعرف بأنه الزمن، يعني إذا كنت تقرأ ليوسف إدريس مثلا قديما من الستينات أو من قبل الستينات من الخمسينات، وتعود الآن في الزمن ده، فتحس أنه الزمن لم يتغير. تغيرت حاجات، ولكن حاجات كتير لم تتغير، بالذات داخل الشخصيات. يوسف إدريس يعني ترك الدنيا وهو في الستينات من عمره، بس ترك أكتر من ما عاش، ترك كتير جدا لأجيال كتير تتعلم، تقرأ وتستفيد. خليني أروح لنجل الأديب والكاتب الكبير دكتور يوسف إدريس، ابنه مهندس سامح يوسف إدريس، وخليني أعرف منه المزيد. مساء الخير مهندس سامح. مساء النور على حضرتك العالمية المميزة الأستاذة شفكي، ومساء الخير على مشاهدين، وبنشكر التلفزيون المصري على الاحتفاء بهذه الذكرى واحياء يعني احد اعلام مصر، والده الله يرحمه. اكيد، يعني انا عارفه ان انت حافظ جدا للاديب الكبير ومكتبته واعماله ومقولاته وكل ما قدمه الاديب الكبير يوسف إدريس. انا هسالك سؤال بالعكس، يعني احنا موجودين في ألفية جديدة، يعني هل ترى بانه يوسف إدريس لو كان موجود في هذه الألفية امتداد كتبه كانت هتبقى عاملة ازاي؟ خط يعني طريقه الأدبي كان هيبقى عامل ازاي؟ والله جميل السؤال. هو انا بجد ان والدي وناس كتير بتجده كده مفكر اكثر منه اديب. صحيح، مفكر سبق بفكره عصره. صحيح، فالفكر لا يموت، لان الفكر موجود في كل مرحلة وكل عصر. زي مثلا كلامه عن الإرادة البشرية، الإرادة البشرية غير مرتبطة بتاريخ حديث أو قديم أو صحيح. جديد أو الإرادة دي نبع جوه الإنسان نفسه، بيحتاجها في كل زمن.
فهو بيتكلم عن الصفات الإنسانية، بيتكلم عن الحب، بيتكلم عن النبل، عن الشجاعة، عن الصدق، عن الحرية، بيتكلم عن حاجات كلها ملهاش دعوة بالزمن، ملهاش دعوة إذا كان ده زمن حديث أو زمن قديم، بيتكلم عن حاجات تخص النفس البشرية. وهو شرحها بما أنه كان طبيب فشرحها صحيح. بشكل جميل جدا في قصصه، ومن من الحاجات اللي الناس بتحب تقرأ له ومحدش واخد باله منها اللي هي كانت بتكتب في جريدة الأهرام من مفكرة يوم الاثنين صح، وجمعت في كتب فقر الفكر وفكر وفقر الفكر وفكر الفقر صح. ده مجمع لشوية مقالات فيها فكره عن الحياة، فعشان كده انا بلاقي ان مقالاته من خلال فكره صحيح، وانا بلاقي ان مقالاته لو احنا قريناها مع بعض في هذا التوقيت هنحس ان هي يعني فيها داعم ايضا لينا، يعني لا تموت الفكره، لا تموت ابدا. طيب يعني من شويه كنا بنشاهد على الشاشه مجموعه من الصور المهمه جدا، بستاذن زملائي بس نرجع للصور. الصور فيها يعني الرئيس الراحل انور السادات، فيها ايضا شخصيات عربيه، وهو كان دائم التنقل وسفريات كثيره جدا، وفي صور للاسره، يعني انت موجود في صوره من احدى الصور. هو كان حريص على التقاء الزعماء وكان دايما في سفريات كثيره جدا. هو جرى العرف ان الزعماء والملوك والرؤساء بيقربوا لهم رجال الفكر في كل عصر وفي كل زمان عشان يستفيدوا بيهم. فهو الحقيقه كان اصدقائهم الملوك والرؤساء في كل الدول، وكان ما ينزل دوله بيقابل الملك او بيقابل الرئيس. وانا اتذكر معرفش هم عرضوا الصوره دي ولا لا، صورته في مارينا وهو بيستقبل الرئيس حافظ الاسد مع الرئيس حسني مبارك في فيلته في مارينا. هو الحقيقة أمامنا صور كثيرة جدا، منها صور موجودة في المؤسسات الصحفية، صور مع الزعماء، صور عائلية، يعني كان كثير الترحال. أنا عايزة أسألك برضو من ضمن الأشياء عن أديبنا الكبير يوسف إدريس، يعني هل هو لما كان بيهدي حد كتاب ماذا كان يكتب يوسف إدريس على إهداءاته؟ لأن كل كاتب ليه طريقة صعبة دي. كل كاتب ليه يعني ليه جمله. ما هي جمل يوسف إدريس؟ يعني أولا يعني هو كان خطه عبقري، يعني أكيد كنت بعت برضو مخطوطة إن شاء الله في مرة تانية، يعني أكيد نحب نشوف خطه صغير أيوة ودقيق زي مشرط الجراح كده تمام. وكان بيكتب الإهداء على حسب الشخصية لمن يهدى. أيوة. وكان بيقول إن الهدية قيمة من يهدي وليس من تهدى إليه. صحيح صحيح. فعشان كده هدية الملك ملك حتى لو بيهادي واحد عادي. يوسف إدريس كان بيكتب إمتى؟ يعني أنا أعرف إن كتير من الكتاب كانوا بيكتبوا، في ناس كانوا يكتبوا مبكرا جدا في الصباح، في ناس يكتبوا الليل، هو النصير ليهم. طقوسه كانت عاملة ازاي؟ انا عارفة انه عنده مكتبة عظيمة في البيت وعنده مكتبات. هو طقوسه كانت ان هو ما بيجيله وحي كتابة، وده وحي من عند الله يعني طبعا. كان ممكن يقعد يومين ما بياكلش وقاعد بس بيشرب قهوة وشاي، وكان بيدخن وبيكتب. فما لو جاله الوحي ما بيسبوش، لان الخيط لو سابه بيتقطع منه، خصوصا لو بيكتب مسرحية أو بيكتب قصة طويلة فكان بيتنوا فيها. أما المقالات فكان بيكتبها في مكتبه في جريدة الأهرام. في جريدة الأهرام كان عنده مكتب في الدور الخامس مع نخبة من ألمع نجوم المجتمع والفكر والفن، الأستاذ نجيب محفوظ، الأستاذ توفيق الحكيم، الأستاذ إحسان عبد القدوس، كلهم كانوا مكاتبهم جنب بعض في الدور الخامس في جريدة الأهرام. تخيل لو الواحد بس بيتمشى قدام المكاتب دي، يعني حاجة عظيمة يعني. ولو يعني أنا بتخيل إنه يعني هذا الجمع بياخدوا قهوة مع بعض الصبح حاجة. طيب هل كان يوسف إدريس كبيرة يتابع أفلامه عندما تذاع؟ يعني وكان تعليقه إيه على الأفلام؟ ما أعرفش، هم ما بيذيعوش أفلام أبويا كتير. لا إزاي؟ لا أنت بس مش بتتابع طول الوقت، لا بتتذاع بس. يعني هل هو ما كانش يعني حظه في الافلام زي حظ الاستاذ نجيب محفوظ او الاستاذ احسان عبد القدوس؟ لكن هو يعني انا لما سالته اياميها يعني هو في السينما، يعني قال لي ما هو انت بتبص للفتره، بس انت بص لفتره اطول. يعني انا والدي على المدى الطويل
يعني هو توفى النهارده بقاله حوالي 30 سنه. صحيح. وما زلنا بنناقش فكره يعني هو لسه هتدرس وتدرس اشياء كتير كاتبها لسه ما اتفهمتش لغايه دلوقتي. فهو الموضوع بالنسبه له كان اخطر من السينما واخطر من مسلسل تلفزيوني. هو كان عايز يترك ما يحول الشخصيه. يعني انت عايز تبقى انسان ناجح في حياتك وقوي وصاحب قرار، اقرا ليوسف ادريس. صحيح. انا كمان عارفه ان هو كان عاشق لمصر. مكانه المفضل في مصر كان فين؟ يعني مكانه المفضل في مصر في بيته على النيل. في بيته على النيل طبعا. مين ما يحبش نيلك يا مصر؟ الجلاء وكتب عن الملحمه العظيمه دي والحقيقه هو يعني عمره ما فكر يسيب مصر، رغم يعني كان دول كتير تتمنى ان هو يروح يعيش فيها كده، لكن هو قال لك لا، مصر دي بيتي، انا ما بطلعش من بيتي. اكيد اكيد هيظل يوسف ادريس يعني رمزا عظيما واديبا يعني مهم في تاريخ مصر بكل ما قدم، مقالات، كتب، قصص قصيره، مقولات، اراء. انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما تظل حافظ لذكرى ادبنا الكبير، وبشكرك على المداخله مهندس سامح يوسف ادريس، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما قلت لحضراتكم، الحقيقه رموز مصر، يعني مصر ولاده، هتفضل دايما تقدم جديد، ولادها يقدموا كل حاجه جديده وحلوه. تاريخنا كبير ورموزنا عظام في مصر. فاصل قصير أعود واستكمل معكم آخر فقراتنا في التاسعة، عودوا إلي. ونحن على أعتاب تنسيق الثانوية العامة، زي ما اتكلمنا في البداية، فطبيعي جدا هتلاقي نسأل السؤال اللي كل سنة بنقوله، ما هي التخصصات اللي بيطلبها سوق العمل؟ وهل السؤال ده مكرر؟ لا، هو لازم يبقى مكرر، لأن سوق العمل بقى بيتغير بشكل كبير جدا، مش بس في مصر، حتى في العالم. ففي مثلا حد هيقول طب هو أنا مفروض أشوف سوق العمل المحلي ولا العالمي؟ مفروض تبص على الاثنين، عشان الاثنين بقوا مفتوحين على بعض. مزيد بقى من التفاصيل عشان ناخد معلومات دقيقة علمية، دكتور حسام فرحات، أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية. دكتور منورني، مساء الخير. مساء النور، أهلا. يعني مساء. السؤال ده يعني خلاص لازم يبقى مكرر ومجدد، يعني نجدده كل سنة. فالسؤال هنا، سوق العمل النهاردة بقى عايز زي، وبالذات طلاب الثانوية العامة اللي محتارين، طب أدخل الكلية دي ولا الكلية دي؟ فياريت نبدأ نقول إحنا سوق العمل رايح فين؟ طبعا في البداية العالم كله بيتكلم على رؤية 2030. تمام. 2030 دي فين من النهاردة؟ هي عبارة عن 7 سنين من النهاردة، بقت قريبة قوي، قربت جدا. فأصبح الطالب اللي هيخش مثلا كلية الهندسة أو كلية الطب هيتخرج في ذلك الوقت. صح. وبالتالي يبقى إحنا لابد إن إحنا كل طالب يسأل نفسه في 2030 هو عايز يبقى شكله إيه؟ صح. فيبقى لازم نبص أبعد شوية من الطريقة التقليدية بتاعت التعليم. التعليم التجريبي هو الآلية اللي بتخلي الطالب النهاردة يملك أدوات، الأدوات دي هي بتؤهله إن هو يكون قادر على إن هو يمسك بأطراف التكنولوجيا في العمل. كل العمل اللي جاي بدءا من 4 سنين من قدامنا كله يتعلق بالتكنولوجيا، يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، بيتعلق بالذكاء الاصطناعي طبعا. بيتعلق بالسايبر سيكيورتي، بيتعلق اللي هو الـ الامن السيبراني زي ما بيقولوه، بيتعلق باشياء كلها لها علاقه مباشره بالتكنولوجيا. تمام. وبالتالي اذا عندي اتجاهين، مجموعه من الوظائف او مجموعه كبيره من الوظائف النمطيه او الوظائف التقليديه هتنقرض، وهيطلع مكانها مجموعه اخرى اكبر. صحيح. من الوظائف التي تعتمد على التكنولوجيا بقدر كبير. يبقى صحيح. انا لو انا طالب النهارده كنت اتمنى ان انا ابقى طالب في الثانويه العامه عشان يبقى لسه قدامي وقتي، هروح فين؟ هروح في اي منحه يتجه بيا ناحيه التكنولوجيا او استخدام او تطبيقات التكنولوجيا. وبالتالي صحيح. يبقى لابد ان احنا نفكر ان شكلتين. كله التعليم نفسه هيختلف. صحيح. يعني لابد ان يختلف التعليم. ليه؟ لان طريقه التلقين اللي كنا متعودين عليها ايامنا، اللي هي انا بيقولوا لي فاحفظ فاطبق حتى.
أصبح ده مش هو الآلية اللي هتنفع. ما هي مش هتنفع، هي حتى لو موجودة مش هتنفع. ليه؟ لأن أصبح دلوقتي عندي منافس عقلي اسمه الذكاء الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي انت عندك تول، آلية نقدر نستخدمها بدل ما أحفظ. أنا عندي القدرة على أن أنا أسأل والآلة هتجيب، زي تشات جي بي تي والحاجات اللي على موجودة على سبيل المثال. صحيح. الحصر تشات جي بي تي هيبقى هو ده أحد المناحي بقى اللي هي هنشتغل. طيب خلينا كده نقرب للشباب وللأهالي، لأنه حتى لو أنا دخلت من الكليات التقليدية هي كمان شكلها تغير. صح. يعني حضرتك مثلا ذكرت بأنه سايبرس سيكوريتي أو الأمن السبراني أو غيرها، دول بدأوا يدرسوها من 10 سنين. تمام. الكليات دي موجودة من 10 سنين. مظبوط. وبدأ تطبيقها الآن. يعني دلوقتي أنت بتحتاج الآن لمتخصص في الأمن الفضائي أو أيوة. أو السيكوريتي، السايبرس سيكوريتي أو غيرها. فإذا أنا بدرس النهاردة عشان أتأهل 2030 31 و35. بالظبط. فأنا لازم أكون خلاص بقى عندي أولا التحول الرقمي حتى في بلدنا بقى في كل حتة، في كل مكان. فما ينفعش أنا حتى لو دخلت كلية تقليدية، أو مش عايزة أقول تقليدية لأن حتى التخصصات داخل الكليات العادية بقى متغير. بالظبط. فإذا أنا ما بقاش كطالب بقى قاعد حاطط إيدي على قلبي أنا ما جبتش المجموع اللي يدخلني يبقى أنا ضعت. بالعكس. بالعكس. شوفي حضرتك، هو دخول التكنولوجيا بيساعد كل طوائف المتعلمين، ما هي دي نقطة مهمة قوي. صحيح. بمعنى النهاردة الدكتور الطبيب اللي هو ما كانت الوظائف من الوظائف اللي هي أو الكليات اللي هي كانوا يسموها كليات القمة لأنها بتجيب الوظيفة. صحيح. وما شابه. طبعا حضرتك هتبقى أدرى مني دلوقتي أن أصبح علم الطب يمكن استخدام التكنولوجيا فيه بطريقة مكثفة، لدرجة أن أصبح لا يوجد ضرورة حتمية لوجود الدكتور جوه غرفة العمليات. صح. وبالتالي في علاج عن بعد دلوقتي. يبقى ده اتجاه. طيب تعالي نشوف الأدب. النهاردة تشات جي بي تي يقدر يساعد في الإبداع، يساعد في أن الناس تكتب قصص، يساعد أن الناس تكتب مقالات، تطلع مزيكا. بس في نفس الوقت بقى في أبليكيشن تبين اذا انا، ما هو في ناس كسلانه تمام فترمي على تشات جي بي تي، بس في بقى ابلكيشن تكشف انت ابدعت وانت بتديله ده ولا ما ابدعتش. يعني اذا انا زي ما انا بتفق مع حضرتك. طيب خلينا نسهلها. يعني انا مثلا كطالب محتاج ايه من سوق العمل حتى قبل ما ادخل الكليه او بجانب دخولي للكليه؟ طيب هو احنا طبعا حضرتك عارفه ان الاكاديميه الوطنيه للتدريب اطلقت مبادرة اسمها مبادرة فاليو. أيوة. فاليو لتطوير قيمة. قدرات تطوير قدرات طلبة الثانوي وطلبة الجامعة. برضو مرة تانية احنا اصبحنا لا نتكلم عن التعليم كتعليم، احنا اصبحنا نتكلم على تطوير القدرات. يعني حتى انا يعني وظيفتي تطوير الموارد البشرية. الموارد البشرية اقدر اطور القدرات. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا مش مساله ان انا بتعلم. لا، التعلم يعني هرجع لحضرتك كلنا هناخد التعلم. ايوه بقت سهله، كلنا هناخد التعلم بس خلاص. بس ازاي انا وانت نتميز؟ التميز هيجي منين بقى؟ من قدرتي على تطويع التكنولوجيا لتصبح في الاتجاه اللي انا شايفه. هيفضل حتى المزيكا وحتى الحاجات الابداعيه ممكن تساعدني التكنولوجيا. طب انا ليه اقول انه بيغش باستخدام جي بي تي؟ لا، ده هو انا عايزه يتقن استخدام الجي بي تي. فتطلع من تحت الاليه دي. صحيح. تطلع معلومه سليمه، تطلع ابداع جديد، وبالتالي تصبح الاليات الرقميه بتصبح مساعد للطالب. مش احنا مش مفروض نحاربها، ده احنا مفروض نشجع الطالب على استخدامها. فلما يستخدمها انا خلاص اصبح يعني في هرم التعليم التذكر هو المرحلة الأولى في التعلم. بمعنى إيه؟ بمعنى إحنا صغيرين خالص بنبدأ بالتذكر. إحنا عايزين نوصل بالطالب بدل ما إن هو يبقى بيحفظ ويرد إلى إن هو يبتكر. ويبتكر يبقى يقدر يستخدم قدرات أعلى من القدرات البشرية. طبعا، لأن أنت حتى ما تيجي تعرض، يعني الناس اللي بتيجي تعرض دلوقتي خططها ومشروعاتها ما بقتش بقى اللي هما ورقتين مكتوبين كده.
أيوة. لا ده انا لازم اقدم برزنتيشن واحط صوري واحط مقالاتي وبحثي وكل ده انا ممكن اعمله في نص ساعه بالظبط يعني. فبالتالي ابقى انا شيء عملي اقدر اقدم اشياء عمليه سواء للطلبه او لمؤسستي او لشغلي او فاقدر ابقى عندي اجاده. الاجاده بالزبط. مش هتيجي غير لو انا اتعلمت تكنولوجيا صح الصحيحه. شوفي حضرتك انا طلعت في برنامج من 4 سنين او من 5 سنين قبل كوفيد وكان بيتكلم عن مستقبل الوظائف 2030 تمام. كنت بحضر للبرنامج التحضير للبرنامج خد مني قد ايه للحلقه خد مني تقريبا 4 ساعات ونص عشان نقدر نشوف ايه الترندز ايه رايح فين الدنيا صحيح. خدت مني ساعات صحيح. طيب انا هقول لحضرتك حاجه ان انا سالت شات جي بي تي النهارده قبل ما اجي فين يعني عشان اقدر اتكلم لمده 10 دقائق في هذا الامر هتكلم في ايه بيرد. فاذا اصبحت المهاره مش مهاره ان انا احفظ معلومه في راسي لا ان انا اقدر استخدم التكنولوجيا او اطوعها صح. للاتقان وبالتالي احنا عايزين ندي المهارات للشباب. عايز اقول حته صغيره برضو صدق. التهافت على التعليم الجامعي ليس في صالح الطالب اليوم ليه بقى؟ هيوجد نقص خطير في العمالة الفنية الماهرة ليه؟ لأن مش هيقدر الجي بي تي أو الذكاء الاي اي إنه يدهن لي الحيطة أو يعمل لك حتة أرابيسك أو حتة أرابيسك أو المكتب اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة مهارات حرفية. يبقى لابد أن يتوجه قسم كبير من الطلبة ان هي تأثر الرحلة العلمية يروح للتعليم الفني يروح لسنتين بعد ثانوية عامة يروح ل5 سنين بعد الإعدادية ايه اللي هيحصل؟ بس انا هنا هختلف مع حضرتك واسمح طبعا لانه دلوقتي الدولة بقت عاملة المدارس الفنية دي موجودة فعلا وبدأوا الطلبة يدخلوها. مفيش مانع ان الطالب يتخصص زي ما حضرتك ذكرت من الإعدادية يدخل للمدارس الفنية المتخصصة بكل مجالاتها ويكمل في الجامعة وماله مفيش مشكلة. ما أنا ممكن خلص. يبقى عندي دكتور متخصص في مثلا أشياء تراثية زي النقش على مش عارف إيه لأنها برضو بتحتاج لحاجات ياخد رسمة إلكترونية وبعدين يطبق يعني يفضل ده مفيش مانع. فإذا أنت هنا بتوجه لمجالات مختلفة ده سوق العمل الجديد. أنا هقول لحضرتك أنا بس هعقب لحضرتك إحنا في مصر هنا إحنا شايفين الحكاية دي من 20 سنة صحيح. إزاي؟ إحنا كنا بندخل ثانوي الصناعي نظام ال5 سنوات صح. بنقول أن المتفوقين يترقوا تلقائيا ويدخلوا الجامعة صح. كليات الهندسة على السنة الأولى صح. وبالتالي يبقى أنا عندي قناة القناة دي بيدخل فيها ناس اللي عاوز يتوقف بعد 5 سنين ويروح يشتغل عشان يكسب أكل عيشه أهلا يقدر. وسهلا يقدر أهلا وسهلا وأصبح قادر على أنه يساعد نفسه ويساعد عيلته صحيح. اللي الدول الأجنبية على فكرة مش كل المجتمع يعني مش كل الأفراد الشعوب بالذات في أوروبا دارسين للجامعة يعني في بيخلصوا عند مثلا سنوات معينة ويبتدوا يمارسوا مهن وبعدين يدخل الجامعة بعدها ب3-4 سنين يكون يشتغل أيوة يعني مارس العمل يعني. احنا كنا بنأخر الطالب يعني حتى لما يجي الطالب عندنا في الجامعه عاوز يدخل شهاده الام بي اي اللي هي ماستر اوف بزنس ادمنستريشن انا لما يجوا يسالوني ادخل امتى اقول له اشتغل 2-3 سنين وبعدين تعالى ليه لان بعد 2-3 سنين بتكتسب بعض الخبرات الحياتيه بقى صحيح. ومع الخبرات الحياتيه اجي انا تقعد معايا تاني لمده 1-6 شهور اطور لك الخبرات الحياتيه اللي هي الخبره دي اقلبها لك الى علم واعتقد ان هي نفس يعني فاذا انت نصيحه حضرتك ان ممكن يعني يبقى التجارب العمليه اولا زي ما بيعملوا برضو يقول لك ايه انت تاخد سنه كده بريك من الدراسه تشتغل فيها وبعدين تدخل الجامعه أيوة. فاذا هيبقى عنده خبره حياتيه وعلى فكره هيبقى عنده ادراك اكبر اعلى بكتير. نتمنى الخير كل نصايح حضرتك لكل طلاب الثانوية العامة. نتمنى إن شاء الله إن دي تبقى مفيدة وحيظل لقاء حضرتك ولقاء عن سوق العمل دايما متجدد. بشكرك شكرا جزيلا على يعني كل النصايح اللي قدمتها اللي بيفكروا في هذه التخصصات. هل في حاجة أخيرة كلمة تحب تقولها لنا برضو؟ نفسي أقول حاجة مهمة قوي. التعليم الجامعي ليس بداية ولا نهاية المطاف.
عملية التعلم هي عبارة عن تطوير للقدرات والمهارات، والقدرات والمهارات دي مستمرة. عندنا مجالات لن تنتهي. صحيح. عندنا مجالات النقل الذكي ده حاجة، أدي الناس أدي حاجة. صحيح. الناس تتعلمها. صحيح. مجالات الطاقة المتجددة، مجالات مصر مهتمة بيها جدا كلنا. صحيح. احنا في البيئة الخضراء، احنا في الكوب 27 كان كلامنا كله على الاستدامة، وكل الحاجات دي هي عبارة عن مجالات لابد أن يتعلموها لأنهم سوق العمل هيحتاجها. صحيح. عندما يأتي الوقت اللي إن شاء الله يكونوا خلصوا دراستهم يبقى الوظائف متاحة. أكيد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام فرحات أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية، نورتني في التاسعة. شكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا عايز أخدكم كده كلنا نروح كده لقاء لطيف نختم بيه التاسعة النهاردة، يعني نروح العالمين ونقابل نانسي عجرم من خلال زميلتنا العزيزة هدير أبو زيت، وأكيد اللقاء هتستمتعوا بيه وهتشوفوا في أجواء ما دار في حفلات وحفلة العالمين الخاصة بنانسي عجرم، وشوية كده يعني فن حلوين في يوم حار النهاردة إن شاء الله يبقى فيه كده تروت العالمين حتى تيجي من اللقاء. بشكركم شكرا جزيلا، نتابع معكم هذا اللقاء ونلتقي غدا بإذن الله مع التاسعة. نشوف زميلتنا هدير أبو زيت ولقاء مع نانسي عجرم بعد فاصل قصير. أرجوكم عودوا إلينا. مستمرين مع حضراتكم وفعاليات مهرجان العالمين في نسخته الأولى، والحقيقة يعني مليان فعاليات وحفلات مليانة بهجة وفرحة وسعادة، ولازم وإحنا بنتكلم على الفرحة والسعادة والطاقة الإيجابية نتكلم على الصوت اللي بالنسبة لنا هو سعادة وشقاوة، معادلة مظبوطة للحب والفرحة والسعادة. نجمة الجميلة نانسي عجرم منورانا في العالمين. أهلا فيك. يعني وجودك في العالمين إضافة كبيرة للمهرجان، وأنت عندك تاريخ كبير من الحفلات في مصر عموما، ويمكن من أصغر النجمات اللي غنت باللهجة المصرية وأتقنتها، ويعني عندها عشق كبير مع الجمهور المصري. صح، مثل ما قلت عشق كبير مع الجمهور المصري. أنا ما بحس دايما كل ما أجي على مصر جاي على بلدي، جاي عند ناسي وأهلي، و بفرح كثير لما يكون عندي حفلات بمصر لأنه بعرف التفاعل الحقيقي مع المصريين، وحفلاتي كلها بتكون كثير حلوة، وبحس حالي منهم. يعني منهم حضر ايه في العالمين؟ كل شيء، محضرة جديد وقديم مثل العادة. أكيد بدنا نغني، أنا مصري وأبويا مصري، وبدي غني كل الأغاني اللي بتحبها الناس المصريين بشكل خاص، قديم وجديد. أكتر الأغاني اللي بتطلب منك في حفلات المصريين إيه؟ كل شيء. أكيد أهونص، أكيد أخصمك، أكيد كل الأغاني المصرية. خصمك دي كانت نقطة انطلاق كبيرة. صح. وحتى اللبناني يعني بحبوا كتير لون عيونك غرامي، وكتير أغاني لبنانية. يعني كمان آخر إصدار مكسرة الدنيا، أغنية جديدة حغنيها إن شاء الله. طب في كمان أغنية بعد آخر إصدار، أنا عارفة ده أول تعاون مع عزيز الشافعي. صح. أغنية جديدة، هي الأغنية السينجل اللي حتنزل هلأ قريب. أغنية اسمها تيجي ننبسط، وحلوة، أنا بلاقيها حلوة، اخترتها لأنه حبيتها وحسيتها، وإن شاء الله توصل بذات الإحساس اللي وصلتني توصل للناس، وفيها طاقة إيجابية وفيها كل شيء حلو. عندك فلسفة كده في اختيار الأغاني اللي هي مليانة لذاذة وشقاوة وحب وطاقة إيجابية، فلسفة خاصة بنانسي عجرم في الأغاني. صح، لأنه أول شيء صرت أفهم أكتر الناس شو بتحب فيي وشو بتحب تسمع مني، وصرت أعرف أنا أكتر شو بحب، وين بلاقي حالي أكتر. ومع الوقت عم حس انه اكثر واكثر عم بعرف اختار اغاني بتحبني الناس فيها وانا بحب حالي فيها. هلا ان كان من الناحيه يعني في اغاني شقيه وفي اغاني كمان دراما كمان بحبوها الناس مني وكمان بلاقي حالي فيها، ف الاثنين. اشتراكك في مهرجانات كبيره وانت متعوده على ده،
تسافري بلاد كتير وتلفي العالم، بيضيف ايه للفنان وازاي الفنان بيبقى بيستعد لمهرجانات كبيره زي دي سواء العالمين او غيره؟ واول انطباعاتك ايه عن مدينه العالمين؟ اول شيء كتير حلوه المدينه، انا اكيد يعني سامعه كتير وجايه على ساحل شمالي كتير، بس هون بالذات يمكن عندها طابع خاص، كل محل بغني فيه اول مره بحس عنده طابع خاص لإلي، وبحب اكتشف الجمهور اللي موجود هون والجو العام. واكيد كل المهرجانات يلي بشارك فيها اكيد هي يعني اضافه لحياتي، لحياتي الفنيه، اضافه كجمهور الحقيقي لمسيرتي، واكيد بتلاقى بجمهور بحبني وبحبه، حتى لو بتلاقى بذات الجمهور اوقات كذا مره وبنرجع على اغانينا وعلى جونا بنغني مع بعض وبننبسط مع بعض. واحنا بنتكلم مع الفنان الماجستير الراغب علامه قبل الحفله، خاصك بالذكر انه في بينكم كيمستري في الحفلات، وجمهوركم جمهور مليان طاقه ايجابيه وجاي عايز يتبسط. بتشوفي ازاي اشتراكك في كذا حفله مع الفنان راغب علامه وانتوا بقيتوا دي والناس بتحب تروح حفلاته مع بعض؟ انا اعتقد ان انتوا عملتوا حفله بعد اخصمك، دي كانت اول حفله تعملوها مع بعض، صح؟ من الحفله دي للنهارده مشوار فني كبير لنانسي عجرم. لا اكيد، انا كتير بحبه على الصعيد الفني وعلى الصعيد الشخصي، يعني 30 سنه 40 سنه من النجوميه، راغب علامه اكيد منه حدا عادي، اغانيه كلها حلوه، انا كتير بنبسط بانه نتشارك انا وياه بالحفل ذاته، بنبسط لما نكون سوا، بحب جمهوره وبحب جمهوري وبيتلاقوا لانه مثل ما قلت ذات الروح وذات. انت عايز اسالك عن البنات واللي ما خلفش بنات، ويعني الامومه مع نانسي ايه؟ سهلة صعبة تربية البنات؟ لا، هي تربية بشكل عام بنات ولا أولاد هي مش سهلة أبدا يعني، بس أنا ماشي حالي يعني. جود لك، داي بخت لمامتك. أم أوقات يعني بدل ما نحن نربي أولادنا أوقات هن بيربونا، صح؟ بيربونا على الأشياء اللي بيحبوها، يعني بصير الأم أكثر مع اكتشافها تعلم معي. بتتعلم عليهم، بتتعلم شو بيحبوا شو ما بيحبوا، وبتصير تتماشى يعني مع يعني بتعرفي كل ولد شيء، وكل ولد بيفكر بطريقه، وكل ولد عنده شخصيه معينه، واكيد ما فيك تكسري الولد، وما فيك بذات الوقت تخليه يكون شخصيته يعني لدرجه انه تكون فيه يعني بتتعدى الحدود، صحيح؟ فالتربيه منا شيء سهل ابدا، التوازن كتير كتير مهم، وأكيد كل الأمهات اللي عم يحضروني هلأ بيعرفوا كتير منيح عن شو عم بحكي، فمش بحاجة كتير أحكي عن التربية لأنه جود لك على أنواع. الله يعينك، ومنورانا في العالمين وسعداء جدا بوجودك معنا، ومستنيينك على ستيج إن شاء الله تكسري الدنيا. أكيد. Thank you so much. Thank you. نانسي عجرم نورتينا. Thank you. مرسي.